السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هعلمك ازاي تحل مشكلة ان أول ما بتيجي تحط الفلاشة في جهاز الكمبيوتر بتاعك بتطلب منك ان هي تعمل فورمات. طيب دلوقتي أنا عايز أحافظ على الملفات اللي موجودة على الفلاشة بتاعتي وفي نفس الوقت أصلح هذا الخطأ. لو حضرتك حابب تعرف هنحل هذه المشكلة ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. حضرتك أول ما بتيجي توصل الفلاشة على جهاز الكمبيوتر بتاعك بتظهر ليك رسالة الخطأ ديت اللي هي بتطلب منك فيها الفلاشة ان انت تعمل فيرومات. طيب انا دلوقتي عايز احافظ على الملفات اللي موجودة على الفلاشة وفي نفس الوقت اصلح الاخطاء بحيث ان الملفات اللي موجودة على الفلاشة ما تضيعش. هنعمل ده مع بعض ازاي؟ في طريقتين. الطريقة الاولانية هنستخدم مجموعة من الاوامر بتاع السي ام دي، هعمل اصلاح لاخطاء الفلاشة، والطريقة التانية باستخدام برنامج من اشهر البرامج في اصلاح اللي هي اخطاء الفلاشة بدون ما نعملها فورمات وفي نفس الوقت نرجع الملفات اللي كانت موجودة عليها. تابع معايا الفيديو. الطريقة الاولى ان انا اروح رايح على محرك البحث اللي موجود في شريط المهام، تمام كده، واحول اللغة للغة الانجليزية واكتب CMD. هيظهر معايا موجه الاوامر، هبدأ اشغله كمسؤول. الخطوة دي مهمة جدا، لازم حضرتك تعمله تشغيل كمسؤول واقول له نعم. هيبدأ يظهر معايا اللي هو CMD، موجه الاوامر بالصوره دي. هنبدا ننفذ مجموعه من الاوامر ان شاء الله هتركها لك في قلب صندوق الوصف بتاع الفيديو. هنبدا ناخد الامر الاولاني اللي هو اسمه ديسك بارت، تمام، نعمل له لصق ونضغط على انتر، تمام كده اهوت. وبعد كده ناخد الامر الثاني اللي هو ليست ديسك، تمام، واخده نسخ، وبعد كده اعمل له لصق واضغط على انتر. حضرتك بقى في الخطوة دي ركز كويس جدا لحضرتك تعمل اي مشكلة في الهارد ديسك بتاعك. حضرتك انا دلوقتي عندي هاردين، الهارد الاولاني اللي عليه النظام ده SSD، ده مساحته 128، طبعا هو ظاهر 111، وعندي هارد تاني ده 1 تيرا ظاهر 931 جيجا، وعندي الفلاشة بتاعتي هي 4 جيجا ظاهرة في الخانة الاخيرة. هنيجي للامر الاخير وتركز فيه، هناخد الامر يبقى شيك ديسك 2، تمام كده اهوت، لان الفلاشه كانت عندي ظاهره على ان هي رقم 2. يعني حضرتك هتشوف الرقم اللي ظهر على الفلاشه بتاعتك، هنا الفلاشه بتاعتي مكتوب عندها رقم 2، وتبدا تاخده في الامر ده وتغيره. فانا عشان هو عندي الفلاشه بتاعتي رقم 2 فعملت شيك ديسك 2 واضغط على انتر. الضغطه ديت حضرتك انت صلحت كل الاخطاء اللي كانت موجوده على الفلاشه بتاعتك. هتقفل بعد كده حضرتك موجه الاوامر CMD وتروح رايح على الفلاشه بتاعتك، هتلاقي الفلاشه بتاعتك بتفتح بدون اي مشاكل ومش هتطلب منك ان هي تعمل فيرومات. زي ما حضرتك شايف كده الفلاشه فتحت معايا وانا محتفظ بكل الملفات اللي كانت موجوده عليها. طيب نيجي للطريقه الثانيه. الطريقة التانية هننفذها برنامج من أشهر البرامج اللي هي بتصلح أخطاء الفلاشات وفي نفس الوقت بنحتفظ بالملفات، يعني ما بعملهاش فرومات. يعني أنا هصلح الأخطاء اللي موجودة على الفلاشة وفي نفس الوقت أنا محتفظ بالملفات وهستعرضها وهتفتح معايا بدون أي مشاكل. إن شاء الله الرابط اللي أنا هشتغل بيه ده للبرنامج هتركه لك برضه في قلب صندوق الوصف. كل اللي أنت هتعمله هتاخده نسخ، تفتح المتصفح بتاعك، تمام كده اهوت، وتحطه في المتصفح بتاعك، وبمجرد ما تحط الرابط وتضغط على انتر هيظهر معاك على طول ملف التحميل. هننتظر لحظات بسيطة. زي ما حضرتك شايف كده على طول ظهر معايا ملف البرنامج. هبدأ اضغط على داونلود، هنتظر طبعا لحديت ما ينتهي من عملية الداونلود. لحظات بسيطة. بعد الانتهاء من عملية الداونلود هضغط على طول على عملية اللي هو فتح واقول له نعم عشان ابدأ عملية سطب للبرنامج. زي ما حضرتك شايف كده هيظهر معايا البرنامج طبعا اللي عاملاه شركة مشهورة جدا في اللي هي صيانة الأقراص وحمايتها واسترجاع البيانات، تمام. تبدأ تضغط على طول على نيكست، تمام، وتنتظر لحديت ما يبدأ عملية سطب بالكامل للبرنامج، تمام كده اهوت.
الايقونه بتاع البرنامج هتظهر عندك على سطح المكتب بتاعك بالصوره ديت، تضغط على طول هنا على فينش تمام، وهيبدا يشتغل معاك البرنامج. كل اللي عليك ان انت تنتظر. زي ما حضرتك شايف كده البرنامج فتح معايا بالصوره ديت. طبعا البرنامج هنا بيؤدي مجموعه كبيره جدا من المهام، منهم اللي هي استرجاع الملفات اللي موجوده على فلاشه واصلاحها بدون ما تعملها في رومات، بالاضافه لمجموعه تانية من الخيارات ان شاء الله هستعرضها عليك في نهايه الفيديو، بس بعد ما اكون عرفتك ازاي هنحل مشكله ان الفلاشه بتطلب في رومات وانا عايز ارجع الملفات اللي عليها بدون ما يحصل اي مشكله. هاخد الخيار ده اللي هو فايل شو واضغط عليه، هيبدأ يظهر لي كل البارتيشنات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعي. هبدأ اضغط، زي ما حضرتك شايف كده ظهرت كل البارتيشنات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعي. هبدأ اشوف الفلاشة بتاعتي الحرف بتاعها ايه، هفتح زي ما حضرتك شايف كده الفلاشة بتاعتي الحرف بتاعها حرف ال N تمام. هرجع مرة تانية للبرنامج واضغط وابدأ ادور على حرف ال N، هلاقيه موجود تحت في الاخر. هبدأ اختار اللي هو حرف ال N تمام، انا كده حددت له، وابدأ هنا اعمل عملية استعادة سريعة للملفات اللي كانت موجودة على الفلاشة واصلاح الاخطاء بدون ما اعمل اي فيرومات للفلاشة، وهحتفظ بملفاتي. هبدأ اضغط على الخيار ده تمام، وزي ما حضرتك شايف بيقول لي هو صلح على طول المشاكل، وبيقول لي افتح وشوف الملفات بتاعتك هتلاقيها موجودة بدون اي مشاكل. لحظات بسيطة زي ما حضرتك شايف كده الفلاشة بتاعتي فتحت والملفات اللي موجودة عليها بالكامل مفيهاش أي مشكلة. لو فتحت ملف من الملفات هلاقي الملف مفيهوش أي مشاكل، يعني زي ما حضرتك شايف كده الملف فتح مفيهوش أي مشكلة، وباقي البيانات اللي موجودة على الفلاشة شغالة. طبعا أنا مش هفتحها عشان ما ناخدش طبعا كوبي رايت على الفيديو من اليوتيوب. طبعا البرنامج بيؤدي العديد من الخدمات الكتير، زي هنا الخيار ده لو انت حابب ان انت تعمل حماية للفلاشة بتاعتك من الكتابة، يعني انت عايز تحمي الفلاشة بتاعتك من الكتابة او انك تحميها من الفرومات، بيعمل لك عليها حماية وفي نفس الوقت بيشيل من عليها الحماية. هنا بيعمل عملية كلين للنظام بتاعك تمام كده هوت، وهنا بيعمل اصلاح لمشاكل اللي هو الويندوز ابديت. هترك ليك بقى ان انت تجرب كل الخيارات ديت وتكتب لي رأيك في البرنامج في التعليقات، وايه اللي استفدته وايه اللي اتعلمته جديد وايه المشاكل اللي قابلتك وهل الفلاشة تم اصلاحها ولا لا. طبعا بتمنى ان انت تدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.